أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله نقدم لكم حلقة جديدة من حلويات رمضان مع بوابة أخبار اليوم. عندنا هنعمل لكم صينية البسبوسة بالكاستر. عندنا المكونات، ده هنا كاستر، انا بجيب الكاستر الجاهز واعمل منه كميه واشيلها في الفريزر عشان طول رمضان لما بعمل حلويات فيها كاستر بضطر ان انا اخده على طول. مش بحب اعمل الكاستر اللي هو بالصفار بتاع البيت، لسبب لان لو عملت الكاستر ابو صفار بيت عندي هنا في البيت هضطر ان انا لازم في اقل من 5 ايام استخدمه. لكن الكاستر اللي هو الجاهز بتاع الشركات اللي بيبقى بودره ده انا ممكن احفظه شويه في الفريزر. عندي للبسبوسة كاستر ومعلقتين سمنة، معلقتين من الزبادي، معلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقة صغيرة من الفانيليا، نص كوباية لبن، ونص كوباية شربات من اللي احنا عملناه في الحلقات اللي قبل كده، وعندنا كوبايتين من السميد الناعم بتاع البسبوسة. هنيجي بقى للطريقة. اول حاجة هنقلب اللبن مع العسل شكل ده كده، ندوبهم مع بعض. كده نحطهم على جنب. هنجيب الفانيليا هنحطها على السميد، بيكنج بودر، زبادي، السمنة معلقتين، هنعجن كل ده بأيدينا. حتى ما الخليط يتجانس كله مع بعض. انا قلت لكم قبل كده في حلقه ان احنا هنحط جوز هند، فانا بصراحه نسيت احطه وانا بجهز، فانا هزود هنا شويه جوز هند حوالي ربع كوبايه كده واقلبه معاها برده. هجيب جوز الهند وارجع لكم. هنا هو انا حطيت جوز الهند وعملت كل المقادير مع بعض زي ما انتم شايفين، هي عامله دلوقتي زي الرمله. هنجيب اللبن اللي احنا عملناه مع السيرب او الشربات او القطر او الشيره ونحطه عليها كده ونقلب، ويفضل بالايد برضه. بالشكل ده كده لحد ما كل المكونات تتدخل مع بعض. كده زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعها اهو، بقت بالشكل ده. هنجيب البايركس اللي هنعمل فيه وهنحط، هنفرد طبقة من البسبوسة، هنفرد نص الكمية دي لان النص التاني هنغطي بيه لما نحط الكاستر. بالشكل ده كده هنجيب الكاستر اللي احنا عاملينه وهنحطه في النص ونحاول نبعد عن الحروف. بالشكل ده، وهنغطي بقى بالجزء الثاني من خليط البسبوسه ومن غير ما نضغط. هغطيها وارجع لكم اهو. غطيتها بالطبقة التانية من الخليط بتاع البسبوسة، هدخلها الفرن على الرف الاوسط على الحرارة المتوسطة 180 لحد ما وشها يبقى ذهبي، واول ما تطلع نزقها بالشربات السخنة اللي عندنا
وهسيبها تبرد في التلاجه وبعدين اقول لك هتبقى عامله ازاي. هون عندي البسبوسه ام كاستر طلعت من الفرن وهي سخنه، هنزليها بالشربات اللي احنا عاملينه على طول بالشكل ده كده. هنسيبها بقى تشرب على اقل من مهلها ومش هتتقطع دلوقتي، احنا هنسيبها تشرب الشربات ده بالراحه كده وبعدين هنسيبها تبرد على درجه حراره الغرفه، بعدين ندخلها الثلاجه لحد ما تبرد خالص والكاستر في القلب يجمد، هتطلعها واقطعها واوريك هتبقى عامله ازاي. ودي اهي البسبوسه ام كاستر بعد ما بردت، هقطعها بس كده عشان اوريكم من جوه عامله ازاي. شايفين هي طريه ازاي والسكينه بتجري فيها؟ نقطع بس حته كده نطلعها بالشكل ده كده. ده شكلها اهو من جوه وتتقدم وبالف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكره.